السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على بعض اللعب والألعاب اللي احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين في الحلمية. لعب كتيرة جدا جدا جدا، وده كانت بتدل على الأطفال في مصر عندهم القدرة والملكة على انهم يخلقوا لعب من أي حاجة، زي ما بيقولك يخلقوا من فسيخ أو يعملوا من فسيخ شربات. حاجة اسمها تريك تراك أو العصفور، ده بيكون حتة خشبة في إيدك اليمين وحتة خشبة رفيعة بتتبري من الناحية دي والناحية دي في ايدك الشمال، وطوبتين تحت تحطهم على الأرض وتمسك بالخشب الكبيرة العصفور ده وتضربه، وانت تقول تريك، اللي قدامك يقول تراك، وبعدين لو مسكها يبقى انت خسرت، او لو رماها على يعني لما العصفور على الخشبة دي وجت فيها يبقى انت خسرت كذلك. وده كانت مشهورة جدا جدا في مصر. اللعبة التانية لعبة التلات ورقات، اللي هي تلات ورقات اللي هم بيقعدوا فيها في الشارع، وطبعا دي لعبه من الالعاب اللي كان نوع من انواع القمار، لكن احنا ما كناش بنلعبها، كانت موجوده هناك. لعبه الزهر كذلك كانت لعبه زي القمار كذلك بيلعبوها. حاجه اسمها لعبه السيجا، ودي جايه من الصعيد او من وجه بحري، وكانوا بيقعدوا يرسموا مربعات على الارض، 9 مربعات، وكل لاعب ياخد 3 طوبات صغيرين ويقعدوا لازم يعملوا خطوط مستقيمه عشان يكسبوا من لعبه السيجا دي كلها. جات لنا لعبة الهوب دي، لو كان طوق بيحطوه حوالين يلبسوه والولاد الصغيرين يقعدوا يرقصوا بيه، دي كان جايه من الغرب، ما كانش من ايه لعبه مصريه. كان في حاجه اسمها لعبه نط الحبل كلكم عارفينها طبعا، ولعبه البلي اللي هو البلي، في بلي اللي هو من الجزاء الازاز ده، في بلي من الايه من الحديد كنا بنلعبها بيه. المراجيح كذلك كانت موجوده. لعبة الطاولة دي كانت للكبار شوية. لعبة الحجلة ان احنا بنقعد ننطط كده على رجل ورجل التانية. لا، لعبة الأولى دي كنا بنجيب علبة الورنيش نرسم الأرض مربعات، وعلبة الورنيش دي بنحط فيها تراب أو حاجة زي كده هو، ونقعد نحجل برجل واحدة وبعدين نزق العلبة من مربع لمربع، ولو ما دخلتش المربع تاني يبقى احنا فشلنا فيها. وآخر لعبة اللي أنا هتكلم عنها اسمها لعبة الحكشة. لعبة الحكشة دي من أيام قدماء المصريين، والانجليز ترجموها اسمها هوكشا بعد كده، هو اللي بيكون فرع من فرع شجره من النخيل يعني، وفي كوره صغيره كده بيخبطوها بيها، بتكون الكوره دي متغطيه بالجلد، فدي عامله زي الهوكي بالظبط. فهي دي اصل الهوكي، كان في مصر من اكثر من 4000 سنه كانوا بيلعبوا الحكشه في مصر. كل اللعب دي كلها بتدل على ان الطفل او الرجل المصري في الوقت ده كان عنده اللي هو الابداع، ان هو من المواد المحليه يستطيع ان يعمل كل اللعب دي كلها. واحنا كنا بنلعبها طبعا البلي وكان في لعبه ثانيه اسمها لعبه صلح، نقعد كده واقفين وبعدين ايه يضربك على ايدك وتقول مين، ما تعرفش مين ضربك، وتقعد تدور على اصحابك مين فيهم اللي ضربك لغايه ما تدور عليه، ولو مسكته هو ايه يتضرب مطرحه. كانت كل اللعب دي انا بفتكرها ليه؟ لان كانت الثقافه في فتره الحلميه كانت عاليه جدا جدا، وكنا بنعتمد على اللعب اللي احنا بنعملها بنفسنا ونلعب بيها في الشارع. جزاكم الله خير من مشاهده الفيديو، ولو عجبكم الفيديو شاركوه مع زملائكم.